من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب فرض طاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث عشر يرويه الكليني بإسناده عن إسماعيل بن جابر، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر اعرض عليك ديني الذي ادين الله عز وجل به فقال هات فقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله والاقرار بما جاء به من عند الله وان عليا كان اماما فرض الله طاعته ثم كان بعده الحسن اماما فرض الله طاعته ثم كان بعده الحسين اماما فرض الله طاعته ثم كان بعده علي بن الحسين اماما فرض الله طاعته حتى انتهى الامر اليه ثم قلت انت يرحمك الله قال فقال هذا دين الله ودين ملائكته. كان من داب بعض اصحاب الائمه عليهم الصلاه والسلام ان يعرضوا دينهم عليهم لانه كثرت الفرق والاقوال والاهواء والشبهات وقد جعل الله سبحانه وتعالى ميزانا وذلك الميزان هو رسول الله صلى الله عليه واله والائمه من بعده عليهم الصلاه والسلام فكانوا ياتون ويعرضون دينهم حتى اذا كان هناك خطا يصححوا ذلك الخطا لان الخطا قد يكون في الفروع فاقصى حد يكون معصيه قد يغفرها الله سبحانه وتعالى لكن اذا كان الخطا في الاصول في اصول الدين هذا قد يوجب الكفر او الشرك والله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك وحرم الجنه على الكافر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعلى الإنسان أن يعرض دينه على الرسول وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام زين الذين كانوا معاصرين لهم كانوا يذهبون اليهم ويعرضون دينهم حتى اذا كان هناك خطا صححوه واذا كان صحيحا حمد الله سبحانه وتعالى عليه وثبتوا فيه واطمانت قلوبهم زين في زمان الغيبه الكبرى رسول الله صلى الله عليه واله انتقل الى الرفيق الاعلى والائمة عليهم الصلاة والسلام ليسوا موجودين الان احد عشر منهم توفاهم الله سبحانه وتعالى والامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غائب بسبب سوء افعال العباد فماذا نصنع الجواب ان الله سبحانه وتعالى اتم الحجه حتى في هذا الزمان. فكلام اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وكلام الرسول موجود موجودان بايدينا. وايضا العلماء الربانيون الذين هم الحافظون لدين الناس. هؤلاء موجودون الانسان يشخص ويستعمل عقله ويحقق حتى يصل الى النتيجة لانه كما هو واضح فانه لا تقليد في المسائل الاساسية في اصول الدين الله سبحانه وتعالى موجود وهو واحد لا شريك له والرسول محمد صلى الله عليه واله هو رسول ونبي من الله سبحانه وتعالى وهكذا سائر المسائل الاساسيه في اصول الدين لا يجوز التقليد فيها كما يقول الفقهاء فللانسان يجب ان يستعمل عقله ويحكم فطرته وايضا يفحص في الادله حتى يصل الى الحق وهذا متاح لكل احد لان الله سبحانه وتعالى حبى العبادة بالعقل والفطرة فيتمكن الإنسان باستعمال عقله واستخراج فطرته من ركام العادات والتقاليد وأقوال الآباء يتمكن من الوصول إلى الحقيقة لذلك الآية الشريفة تقول قل فلله الحجة البالغة نعم أكثر الناس لا يحققون لا يستعملون عقولهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، غلقوا على انفسهم ابواب السمع لا يسمعون الى مقالة اهل الحق، وما استعملوا عقولهم يعني حينما يعتقدون بالعقائد الباطلة، هذه العقائد الباطلة خلاف العقل، لكن لم يستعملوا عقولهم حتى ينقذوا انفسهم من طريقة الاباء وطريقة المجتمع. فعلى كل حال في هذا الزمان الله سبحانه وتعالى ايضا اتم الحجه اذا الائمه عليهم الصلاه والسلام لا نتمكن من الوصول اليهم فاقوالهم موجوده وخلفاؤهم وهم العلماء الفقهاء الربانيون ايضا موجودون ونحن في مسائل اصول الدين نذهب إلى العلماء الفقهاء ونستمع إلى كلامهم ونطالبهم بالدليل أيضا في ذلك حس في فروع الدين لا نطالب الفقهاء بالدليل لأنه أهل خبرة وحينما نذهب إلى أهل الخبرة أيا كان سواء كان طبيب أو مهندس أو أهل خبرة في أي مجال لا نطالبه بالدليل في مجاله وكذلك الفقيه هو أهل خبرة في الفقه اذا قال هذا حلال هذا حرام لا نطالبه بالدليل نعم يمكن لفاضل ان يذكر انه يسال ما هو الدليل ولا باس والعلماء ايضا يبينون الدليل اذا سالتهم عنه اما في مسائل اصول الدين اساسيات اصول الدين نذهب اليهم ونسالهم عن الدليل وحينما يبينون لنا الدليل نحن نستعمل عقولنا لفهم ذلك الدليل ونجد ان ذلك الدليل مطابق للعقل السليم وللفطره السليمه فعلى كل حال هذا اسماعيل بن جابر ذهب الى الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وقال للامام اعرض عليك ديني ابين لك الذي ادين الله به يعني اعبد الله سبحانه وتعالى بذلك الدين لان كل اصحاب دين يعبدون الله بكيفية خاصة. طبعا كيفياتهم غير مرضية لله سبحانه وتعالى ولا يتقبلها منهم. يعني الان مثلا اليهود النصارى المجوس البوذيون الهندوس اصحاب الملل والنحل المختلفة هؤلاء يعبدون الله ولكن بطريقة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. مثلا المشركون في زمان الرسول صلى الله عليه واله كانوا يعبدون الاصنام توهما منهم انها تقربهم الى الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عبادتهم لانه يعبد كما يريد. لا كما يريد الناس فالحديث المعروف ان الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى ان يعفيه من السجود لادم وقال لله ما معناه ان اسجد لك كذا وكذا من الاف السنين بدلا من سجده قصيره لادم فالله سبحانه وتعالى قال له إني أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد الله كان يريد العبادة من هذه الطريقة أن تسجد لآدم ما تقدر تغير هذه العبادة إلى عبادة تنسجم مع هواك وتقول أنا لا أسجد لآدم ولكن أسجد لك يعني إذا الناس اللي أصحاب المغالطات في هذا الزمان زين إذا تقول لهم هذا الكلام يقول أنا ما أسجد لآدم أسجد لله لماذا الله لم يقبل منه؟ الجواب لان الله لا يحتاج الى هذه العبادة. يعني احنا سواء عبدنا الله سبحانه وتعالى او لم, لم نعبده. عبدناه بالكيفية الصحيحة او لم نعبده بالكيفية الصحيحة، الله لا يحتاج الى عبادتنا. الله غني عنا. وانما امرنا بكيفية خاصة لان في تلك الكيفية المصلحة والحكمة. لان الله حكيم. لا يعمل ولا يأمر بشيء اعتباطا في غيرها لم يكن الحكمة أو المصلحة لذلك الحق لا يتبع أهواء الناس الحق يبينه الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض كما في الآية الشريفة إذن نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يريدها. زين شنو هي الكيفية اللي يريدها؟ هل كيفية اليهود؟ كيفية النصارى؟ كيفية المجوس؟ لا، الكيفية التي بينها الله سبحانه وتعالى وسماها بالاسلام. "ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين" زين نجي للاسلام فرق ونحل كثيرة في الحديث المعروف ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة واحدة ناجية والبقية كلها في النار زين شنو هي هاي الفرقة الناجية؟ صحيح ان من تشهدت شهادتين يحكم عليه بالاسلام في الدنيا ويجري عليهما يجري على المسلمين في المناكح والمواريث والأحكام والواجبات والحقوق وما إلى ذلك لكن إذا لم يكن من الفرقة الناجية حسب هذا الحديث الشريف يكون هو في النار في الآخرة أي كيفية نحن نطيع الله سبحانه وتعالى في الاعتقادات وفي الأعمال يعني نعتقد بما يريد الله سبحانه وتعالى اعتقاده منا ونعمل بما يريد الله سبحانه وتعالى عمله منا هذا لازم يكون بالطريقة الصحيحة حتى نفوز في الآخرة زين. إسماعيل ابن جابر يأتي للإمام الباقر ويعرض عليه دينه الذي يقول الذي أدين الله عز وجل به يعني أعبد الله سبحانه وتعالى واطيعه عبر ذلك الدين العقيده لان العقيده يريدها الله سبحانه وتعالى منا والعمل. زين الامام قال لهات له فقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. هذا اساس الاسلام التوحيد. مره الانسان يعلم لكنه لا يعقد قلبه. هذا ما يكفي لازم يعتقد يعني يعقد قلبه على الشيء والا المشركون كثير منهم كانوا يعلمون بان رسول الله صلى الله عليه واله هو محمد بن عبد الله ويعلمون انه صادق ولكن مع علمهم ما اتبعوه بل عارضوه وحاربوه فرعون كان يعلم ان موسى على حق، لكن كان يجحد، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. فمجرد العلم لا يحقق الايمان، لا يحقق التوحيد، لازم يكون هناك اذعان، يعني عقد قلب، الانسان يريد يقبل هذه الحقيقه التي علمها. ثم مجرد ان يعتقد في القلب لا يكفي لازم يجهر بش بالتوحيد يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا شرط لقبول الإيمان القلبي إذا عقد قلبه بدون أن يذكر على لسانه هذا ما يصير مسلم لازم يعقد قلبه ويبين على لسانه ويذكر ذلك قولاً لذا أشهد الله لا اله الا الله، يعني اعتقد بذلك عقدت قلبي على ذلك وشهدت بذلك على لساني الله لا اله الا الله، كلمة الاله كما ذكرنا في كتاب التوحيد اللغويون اختلفوا في اشتقاقها الى ثمانية اقوال، لكن ما ذكره الائمة عليهم الصلاة والسلام هو ان الاله بمعنى المعبود الاله بمعنى المألوه يعني المعبود لا معبود سوى الله البقيه اذا الناس يعبدوهم فعبادتهم باطله وتلك الاصنام الحجريه او البشريه ليست هي المعبود الحقيقي اتخذوها الها من دون الله لكنها ليست اله ليست معبود حقيقي لا معبود حقيقيه الا الله. الله سبحانه وتعالى هو المعبود، فلذا لا تجوز عبادة غير الله بمعنى تأليهه، العباده بمعنى اتخاذ اله لا يجوز الا في الله سبحانه وتعالى، ومن اتخذ الها غير الله فهو كافر او مشرك. عز وجل. هذه الكلمة بين قوسين نذكرها. عز وجل من العزه الله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي له المنعة. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإن العزة لله جميعا اذا الرسول عزيز لان الله اعزه. إذا المؤمنون أعز، لأن الله سبحانه وتعالى أعزهم. فالله سبحانه وتعالى عزيز والله سبحانه وتعالى جليل يعني يجل عن النقائص العزة إشارة إلى ارتفاع ذاته الصفات الثبوتية والجلال اشارة إلى الصفات السلبية يعني صفات الجلال الصفات التي الله سبحانه وتعالى أجل من أن يتصف بالنقائص يعني حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى لا شريك له هذا من جلال الله حينما نقول الله سبحانه وتعالى لا يحتاج هذا من جلاله يعني يجل عن الاحتياج حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى وما كان ربك نسيا، يعني يجل عن ذلك. عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد. وحده. يعني الله سبحانه وتعالى هو الإله وليس هناك إله آخر. ولا شريك له، الله سبحانه وتعالى لا شريك له. جميع أمور الكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. وإذا واحد في هذا الكون له شيء، فإنما لأن الله أعطاه. يعني إذا أنت عندك قوة. هذه القوة الله أعطاك إياها. إذا أي واحد من عدنا يتمكن من فعل شيء عند علم مثلا عند نقطه ايجابيه اصل وجود النعم التي غمرها الله سبحانه وتعالى بها بها هذه كلها من الله سبحانه وتعالى المشكله ان البعض من ضعاف النفوس او ضعاف العقول او الذين خدعهم بعض الخبثاء رأوا معاجز للانبياء فاتخذوهم الهه، او واحد اجى ادعى ادعاءات كاذبة، فتوهم الناس صدق تلك الادعاءات، فاتخذوه الها. إن النصارى لماذا اتخذوا عيسى الها؟ سؤال لماذا؟ لان الله اجرى على يدي عيسى المعجزات أبرى الاكمه والابرص واحيا الموتى. وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ورفعه الله سبحانه وتعالى إليه. رأوا هذه المعاجز ولد من غير أب في فترة قصيرة خلال تسع ساعات من حمله إلى ولادته. زين. فقالوا إنه رب. لأن هذه الصفات لا توجد في غيره. مع أنها من الله بإذن الله. عيسى عليه الصلاه والسلام كان يقول انا عبد الله اول كلمه نطق بها وهو في المهد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت فاذا نحن نقول بان عيسى له من المعجزات هذا ليس بالشرك لاننا نقول باذن الله نعم النصارى اشركوا لماذا؟ لانهم اتخذوا عيسى ربا بدون اذن الله، الله لم ياذن بان يكون عيسى ربا لان عيسى ليس برب، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. او الذين خدعوا بفرعون وامثال فرعون لانه المالك له القدرة السياسية والعسكرية والاموال بيده فادعى الربوبية انا ربكم الاعلى زين فاتخذوه ربا لانهم استخف قومه فاطاعوه كما في الاية الشريفة فاستخف قومه فاطاعوه هؤلاء لانهم رأوا القدرة والسلطة بيده اتخذوه الها او ربا من دون الله سبحانه وتعالى زين اذا انت تجي بالنسبه الى الرسول محمد صلى الله عليه واله تقول ان للرسول محمد معاجز الله اعطاها اياها الى قدره الله سبحانه وتعالى اقدرها اقدره عليها الى شفاعه الله هو الذي شفعه هو حي او ميت الله اقدره فهذا عين الايمان لانه نسبه القدره الى الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى يتمكن من ان يعطي قدره الشفاعه وامثال ذلك لحي او لميت هذا من قدره الله سبحانه وتعالى فهذا عين الايمان. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. الإقرار بنبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، أولاً عبد لله، ثم هو رسول من الله سبحانه وتعالى، محمد صلى الله عليه وآله له درجة العبودية، ليس رباً من دون الله، ثم له درجة الرسالة هذا الاصل الثاني من اصول الاسلام، الاصل الاول التوحيد، الاصل الثاني الاقرار بنبوة محمد صلى الله عليه واله ورسالته. ثم والاقرار بما جاء به من عند الله، اي شيء رسول الله محمد جاء به من قبل الله سبحانه وتعالى نحن نقر به، وكل ما جاء به الرسول محمد هو من عند الله سبحانه وتعالى. الايه الشريفه تقول: "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى". فالرسول محمد صلى الله عليه واله معصوم فيما جاء به بلاغا من الله سبحانه وتعالى، ومعصوم في قضاياه الحياتيه ايضا. جميع اقواله حتى الاقوال العاديه انما هي بوحي من الله سبحانه وتعالى كلام صحيح لا خطا فيه. زين الاقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه واله يتضمن الاقرار بالمعاد. يتضمن الاقرار بالقران. يتضمن الاقرار بالانبياء السابقين. لا نفرق بين احد من رسله، هذه آية قرآنية، يجب علينا ان نعتقد بجميع الانبياء. اعتقاد اجمالي صحيح لا نعرف اكثرهم لكن نعتقد بانه اي واحد نبي من قبل الله سبحانه وتعالى فنحن نؤمن به حتى اذا لم نعرفه بشخصه. وكذلك فروع الدين التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه واله من شريعه واخلاقيات وما الى ذلك. لا يجوز للانسان ان ينكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه واله. إذا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله في شيء مما جاء به فهذا إنكار لرسالته وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله يساوق الكفر أو تخطأت الرسول صلى الله عليه وآله في بعض ما قاله هذا أيضا يوجب خروج الإنسان من الإيمان والإقرار بما جاء به من عند الله وأن عليا كان إماما فرض الله طاعته هذا من الأمور التي جاء بها الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله بلغ في مواطن كثيرة وخاصة في يوم غدير خم وأخذ البيع من الناس بأن يكون الخليفة من بعده الإمام عليا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وبعد أن أخذ البيع من الناس في يوم غدير خم نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من المسائل التي تذكر لغير أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقال لهم هل الرسول عين خليفه؟ هم يقولون لا. زين نقول اذا الرسول لم يعين خليفه كما تقولون فلماذا انتم تعتقدون بالخلفاء الراشدين حسب كلامكم؟ لماذا؟ لان الاسلام كمل بدون هؤلاء. تقولون الناس بايعوا الخلفاء فببيعه الناس ثبتت خلافتهم. هذه البيعه كانت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله. فهذه ليست من الدين لان الدين كمل قبل وفاه الرسول، اليوم اكملت لكم دينكم. فخلافه ابي بكر وعمر وعثمان وخلفاء بني اميه وبني العباس وغيرهم، هذه ليست من الدين لانها كانت متاخره عن وفاه الرسول. والدين كمل فلماذا تعتقدون بهم بعنوان خلفاء الرسول صلى الله عليه واله، هذا ليس من الدين لان الدين كامل بدونهم. لكن الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه واله عين الخليفه بامر من الله سبحانه وتعالى. وكمل الدين بولايه علي بن ابي طالب والائمه من بعده لان الرسول صلى الله عليه واله بشر بهم وعينهم من قبل الله سبحانه وتعالى. فخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مما جاء به الرسول بأمر من الله سبحانه وتعالى لكن أفرده بالذكر لكي يبين عقيدته في الإمامة إماما بعد إمام وأن عليا كان إماما فرض الله طاعته الله فرض طاعته مو مسألة أن الناس انتخبوه ولأنه بايعوه لذلك كانت تجب إطاعته لا الله أمر بطاعته سواء بايعه الناس أو لم يبايعه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار يعني الناس رفضوا رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة وما آمن معه إلا قليل الناس رفضوا نوح إلا القليل منهم هذا يعني معناه أنه ليس خليفة من, من الله سبحانه وتعالى وليس نبيا وما كانت تجب طاعته لأن الناس رفضوه لا الناس ليس لهم اختيار إذا الله سبحانه وتعالى عين شيئا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار نعم إذا الله سبحانه وتعالى ما عين شيئا وترك الأمر باختيارك وأنت تختار باختيارك أنت تختار لكن إذا الله عين ما كان لهم الخيارة الله عين عليا وفرض طاعته الناس قبلوا لو ما قبلوا إذا قبلوا فهو من سعادتهم وإذا رفضوا فهو من شقائهم. ثم كان بعده الحسن إماما فرض الله طاعته. ثم كان بعده الحسين إماما فرض الله طاعته. ثم كان بعده علي بن الحسين إماما فرض الله طاعته. زين هو في زمان الإمام الباقر إسماعيل بن جابر. يقول إلى الإمام زين العابدين أنا أعتقد بأنهم أئمة قد افترض الله طاعتهم. زين هالزمان شنو؟ ثم قلت انت يرحمك الله. انت الامام الصادق امام فرض الله طاعتك هذا ديني. زين بالنسبة للائمة اللاحقين ذكرنا فيما مضى انه الله سبحانه وتعالى الان احنا يجب علينا ان نعتقد بالائمة الاثني عشر واحدا واحدا بتفاصيل اسمائهم. لكن اللي كان في زمان الامام الصادق الشيء اللي واجب علي أن يعتقد بشكل تفصيلي إلى الإمام الصادق زين الأئمة بعد الإمام الصادق من هو؟ منهم الله سبحانه وتعالى ما فرض عليهم المعرفة التفصيلية المعرفة الإجمالية أن هناك أئمة بعد الإمام الصادق إلى الإمام الثاني عشر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وكذلك بالنسبة إلى أي واحد في زمان أي إمام يعتقد بإمام زمانه والأئمة اللي قبله اعتقاد تفصيلي بأسمائهم تفصيلا واحدا واحدا وإمام زمانه الأئمة اللي سيأتون من بعده يعتقد بهم اعتقادا إجماليا هسه إحنا بالنسبة لنا إمام زماننا هو آخر الأئمة عليهم الصلاة والسلام فنعتقد به اعتقادا تفصيليا ونعتقد بالأئمة التي قبله اعتقادا تفصيليا أيضا زين هذا هو ديني الذي ودين الله سبحانه وتعالى به هل هذا هو الصحيح التوحيد والاعتقاد بنبوة محمد والإقرار بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله والاعتقاد بالأئمة واحدا واحدا بأساميهم التفصيلية الإمام الصادق شنو قال له فقال هذا دين الله ودين ملائكته دين الله يعني شنو يعني الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يعني دين من الله هو هذا ماكو غير الدين من الله سبحانه وتعالى ودين الملائكة يعني الدين الذي ارتضاه الملائكة بل أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعتقدوا به يعني الملائكة أيضا مكلفون بالاعتقاد بالتوحيد وبنبوه محمد وبإمامه الائمه عليهم الصلاه والسلام وصلى الله عليه واله وبالمعاد وسائر العقائد التي اوجبها الله سبحانه وتعالى علينا ارتضوا هذا الدين واعتقدوا به ايضا، نعم تكاليف الملائكه تختلف عن تكاليفنا لانهم خلق اخر الله كلفهم بتكليف اخر. ونحن خلق الله سبحانه وتعالى كلفنا بتكاليف هذا دين الله ودين ملائكته نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على دينه وان يثبتنا على ذلك هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين